خلينا نقف عند صافية. اه هذه الفتاة البارة بأبوها وأمها، وتولد عنها روح، عندها روح الانتقام والنضال بسبب اللي بلوه عمله، إعدام والدها، وقصة الحب الجميلة مع السلطان حامد، كل التفاصيل الجميلة دي. ومع ذلك في البداية حسب معلوماتي ما تحمستيش قوي ان انت تشاركي في العمل. لا لا عشان تنظيم الوقت، عشان نكون واضح، صح؟ بالظبط عشان تنظيم بالظبط، الوقت. ايوه عشان نكون واضحين. استاذ خالد يوسف كلمني مشكورا، فطبعا اتبسطت جدا، وكمان شركه الانتاج سينرجي ومع المتحده، يعرف كل العناصر شديده الجذب، ولسه انا ما اعرفش هعمل ايه ولا مسلسل ايه. فقال لي مسلسل لرمضان، فقلت له قبل ما تحكي اي حاجه عشان ما بقاش شكلي اعترضت على الدور، قلت له حضرتك المكالمه دي على راسي من فوق، انت مش متخيله فرحانه ازاي، بس انا بحضر لمسلسل 30 حلقه اسمه كفر العميان، المسلسل ده ما اتعملش، فانا بحضر له ومش هعرف ادخل حاجتين، يعني واضح ان دوري مهم عند حضرتك، فمش هعرف اعمل الحاجتين مع بعض، فسامحني وبتاع. فقال لي انت بكره فين يا حنان؟ قلت له لا في البيت ما ورايش حاجه. اي طب الساعه 9 الصبح انت وجوزك تعزموني على حاجه. 9 الصبح؟ قلت له استاذ خالد حضرتك تنهار، مبدئيا الميعاد طيب يا استاذ خالد، 9 تروح الصبح. اعزمك على ايه؟ بتفطر ايه يا استاذ خالد؟ قال لي فول وطعميه. قلت له وجب، امير الحقني هات لنا فول وطعميه بسرعه. وفعلا نورني في البيت وحكى الحدوته طبعا رائعه، وحسيت بروح النضال، وانا ايه طبعا على هفه، مصر مصر هي امي على طول، انا طب. فعلا حقيقي عم تهيألي كل المصريين متيمين ببلدهم بالبلد طبعا. بالارض. وما بقتش عارفه هو بيكلمني على انهي شخصيه، هو دخلني في الحاضر وفي الماضي وما قاليش انا انهي كاركتر، ساره ولا صافيه ولا مين. فقلت له طب هنعمل ايه في الوقت دلوقتي؟ يعني اعتذر عن مسلسلي التاني؟ قال لي لا بطلي عبط، ما فيش حد بيعتذر عن حاجه، اعملي الاثنين وهيتم التنسيق. قلت له انا بتكلم على الاخلاص، على التفاني، انا عايزه. قال لي ما تقلقيش ما تقلقيش، هتبقي محضره وانت تركيبتك يعني جاده وبتاع. قلت له خلاص توكلنا على الله. فسبحان الله فعلا دخلت وصورت صافيه، ومسلسلي قعد يتاجل 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 لحد ما اتعملش خالص. وبعدين عملتي وعود سخيه قبل رمضان بشهرين استاذ ممدوح شاهين كلمني وقال لي عايزين نعمل 15 حلقه لرمضان. فقلت له ايه ده، فين، امتى، ازاي؟ ده انا اعتذرت او يعني اجلت المسلسل تاني لانه التحضيرات مش مكتمله ورمضان هجم ومش هقدر اعمل 30. قال لي ما انا ما بقولكيش 30، انا بقولك 15. فكانت منطقيه شويه وممكن بالظبط تتلحق. بالظبط. طيب هرجع لعود سخيه، بس شخصيه صافيه، لما عرفتي بقى ان انت هتعملي شخصيه صافيه، ايه اكتر حاجه شدتك فيها؟ انا حسيت ان هي جذورنا، انا حسيت انها امي وامك وجدتي وجدتك وجدودنا كلها، يعني انا حسيت انها رمز للارض، او هو حتى سماها صافيه زي النيل. هي صافيه فعلا، قلبها صافي، متفانيه في الحب، حب الحبيب وحب الوطن وحب الاهل، صح. فانا حسيتها هي المصريه، اي مصريه هتلاقيها كده، اصيله كمان. حسيت ان انا بعمل حاجه لبلدي، يعني انا حتى ما بقيتش، انا على فكره يعني مضيت الدور وانا ما قريتش السكريبت، فانا حتى ما كنتش اعرف حجم الدور ايه، بس انا عرفت النواه بتاعته، عرفت الكور روحها. حسيت ان انا بعمل حاجه لبلدي، يعني انا نفسي اعمل حاجه وطنيه بتؤرخ النضال المصري والكفاح المصري ضد اي معتدي او اي فكر دخيل. وبعدين بتبين جذورك انت قوي، يعني مش معقوله، يعني وانا قاعده امثلها واقراها عارف تحس انك زي الجنود كده، عارف تحس انك هتبوس الارض فعلا حقيقي بجد. يعني حتى الكلام اللي احنا كنا اللي انا كنت بقوله للمعتدي الفرنسي بجد كنت بقوله من النخاع. ايوه يعني هو كان حتى استاذ خالد كتبه على الهوا، اداهولي وانا مش بتاعت الحاجات دي. استاذ ما تربكنيش يا استاذ.